قد يصنع إعلانا أو دعاية أو ما شاكل ذلك وهكذا. طبعا ليس كلامنا من من الذي ينتفع ومن الذي لا ينتفع، لأنه الانتفاع في منظومة بعض الناس يختلف عن الانتفاع في منظومة أخرى. مثلا قد تجد على هذه المواقع أشخاصا يعتقدون أن من حقهم أن ينشروا ما يريدون، أن من حقهم أن ينشروا ما يريدون، سواء كان ما ينشرونه مناسبا لأخلاق المجتمع أو لا. وإذا وجدوا جهة تحاول أن تقلل من تأثيرهم من قبيل مثلا الجهات التي تبلغ، فإنهم يعترضون بشكل واضح على أنهم يعيشون من هذا الأمر، وكأن الإنسان في مواقع التواصل الاجتماعي يحق له أن يعتاش، سواء كانت وسيلة الاعتياش مشروعة أو لم تكن مشروعة. وهذا أمر يعني حقيقة مخزي، أمر مؤسف. وهنا طبعا ليس بمقدورنا أن ندخل في قلوب وعقول كل الناس لنقنعهم بأنه عليهم الالتزام بمنظومة الخلق العامة في المجتمع، وإنما علينا أن نطرح ما لدينا وننتظر ردود أفعال الناس التي قد توافق وقد لا توافق. وهذه القضية في حد نفسها ليست مشكلة حقيقية، ولكنها قد تكون مشكلة إذا وصل الأمر وشكل خطورة حقيقية على منظومة الأخلاق الموجودة في المجتمع الذي ننتمي إليه ونعيش فيه. طيب، بغض النظر عن ذلك، سواء كانت القضية خطورة سلوكية أخلاقية أو كانت القضية خطورة فكرية عقائدية أو فكرية مرتبطة بأي جانب آخر في الفقه أو غيره من الأشياء، أو مرتبطة بأي جانب آخر مرتبط بثقافة الإنسان، فكر الإنسان، ما شاكل ذلك. ما هو الواجب الذي يترتب على الإنسان، يتوجب على الإنسان القيام به من أجل الحفاظ على المجتمع؟ لأن كل واحد منا هو جزء من هذا المجتمع، ولا بد أن يكون له دور في حمايته وتحصينه. فليس من المعقول مثلا أن نسمح للذين يعتاشون مثلا على مقاطع الرذيلة مثلا، أو مقاطع الفظاظة مثلا، أو مقاطع الهزيلة مثلا، الهابطة نعبر عنها لعله بشكل مناسب، يعيثون فسادا في الأرض، ويسمحوا لأنفسهم أن يتقربوا منا من عوائلنا، ولعله يتعرضون حتى لأعمالنا، لأنه يجدون بأن أعمالنا تتقاطع وأدوارنا تتقاطع بشكل واضح وصريح مع ما يقومون به من سلوكيات. ولهذا تجد الكثير من هؤلاء قد يفرح إذا وجد مثلا منشورا يضاد طلبة العلم، أولاد الحوزة العلمية، علماء الدين أو مراجع الدين، ويروجون له بشكل واضح بهدف ماذا؟ بهدف تقليل تأثير هذه المنظومة في المجتمع، لأن تأثيرها في المجتمع يقلل من عملية التأثير المضاد اللي هو الفكر الانحلالي الذي يروجون له في منشوراته. طبعا
إذا جاء كل إنسان من المكان الذي أتينا منه، يعني لو جاء كل إنسان من المكان الذي أتينا منه من داخل الحوزة العلمية ودخل في هذا العالم بهذا الشكل، من هذه المكان من هذا المكان إلى هذا العالم، فمن الطبيعي أن تكون كل المقتضيات، كل الآثار، كل الصفات والأخلاق والخلال التي يمتاز بها الإنسان عندما يأتي من مكان مماثل موجودة في منشوراته، في كلامه، في وهكذا. وهذه قضية طبيعية، لأن الإنسان ابن بيئته التي هو فيها، خصوصا إذا كانت البيئة هي بيئة إيجابية وأخلاقية ومنضبطة ومتوازنة وما شاكل ذلك. ولكن توجد عندنا مشكلة، هل كل الذين يتحدثون في الدين جاءوا من هذه الأماكن، أو يوجد من جاء يتحدث باسم الدين ولكنه ليس منضما إلى هذه، ولا كان جزءا في يوم من الأيام من هذه المنظومة، وعدم كونه جزءا من هذه المنظومة أيضا أمر طبيعي، لأنه ليس أساسا ليس جزءا. فكل إنسان ينتمي إلى المكان الذي جاء منه. ومشكلة الإنسان أحيانا غير المحصن أنه قد مشكلة الإنسان غير المحصن أنه قد يصبح تحت ضغط الموقع الذي هو فيه مرما وهدفا للسهام الانحراف والتأثير غير الإيجابي. فلذلك أحيانا قد تجد بعض الأشخاص من الذين يدعون الكلام في الدين أو الحوار في الدين أو الدفاع عن الدين يخرجون في أماكن غير مناسبة لأهل الدين، لأنه لا توجد عندهم منظومة قيم تمنعهم من ذلك أساسا. وهذا ينسحب ليس على التصرفات الخارجية الواضحة وهو الخروج مع بعض الجهات المنحرفة، لا، وإنما ينسحب إلى ماذا؟ إلى الانجرار مع هذه الجهات في الكلام والتصرفات وما شاكل ذلك من الأمور التي قد تحصل أثناء الكلام أو الرد والأخذ والرد والنقض والإبرام وما شاكل ذلك. فنرجع